مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع. كاميرا اليوم السابع موجودة في منطقة محطة الرمل. السلاحف البرية موجودة هنا بتتباع في محطة الرمل، من يعني الحاجات الشهيرة اللي بيربيها عدد كبير من أهالي اسكندرية ومصريين عامة، وبيحبوا يربوها في البيت هي السلاحف البرية. مش مكلفة وبيحبها الأطفال، وليها لغز كبير، ناس كتير بتستبشر بيها وبتحبها تربيها في البيت علشان بتمنع الحسد وبتجيب الخير. هنعرف قصة السلاحف معانا الأستاذ أحمد. برحب بيك معانا في اليوم السابع، وقول لنا كده حكاية السلاحف دي، بيحبوها ناس كتير بتحب لسه تشتريها ولا كان زمان خلاص؟ لا، في ناس بتشتريها حضرتك وبيحبوها عشان الأطفال، ومش مكلفة ومعمرة، بتعيش بحوالي 400 سنة. يعني الصغيرة دي بتعيش قد ايه؟ هو عمر علمي 400 سنة. 400 سنة، ولكن امتى يعلم الله. والأطفال مش مؤذية للأطفال. بتاكل ايه؟ بتاكل خس، بتاكل أي خضروات ما عدا البقدونس، وبتشرب مية. دي بقى حلوة في البيت، لأن برضو ربنا جعل لها هيبة بتطفش الحشرات من البيت، لأن الحشرات بتشوفها بتخاف منها، ما بتجيش في البيت خالص. يعني البيت اللي فيه سلحفاة ما بقاش فيه حشرات ليه؟ تهرب الحشرات، تخلع منها. ما بيقعدوش. وقلت لي كمان بتجيب الخير وبتمنع الحشرات. أيوه، لأن دي مكتوب عليها كلمة الله في دارها. طب ورينا كده واحدة. في لفظ الجلالة مكتوب على ظهر السلحفاة. هاي كلمة الله. الناس بياخدوها بيقول لك دي مبروكة في البيت، بيستبشروا بوجودها. الناس الكبار أساسا بتوع الأول. الناس القديمة أهالي اسكندرية زمان بيقولوا إن هي بتجيب الخير وبتمنع الحسد. بيستبشروا بوجودها في البيت. طيب الكبيرة دي ليها اعتناء خاص ليها يعني؟ لا، كلهم زي بعضين، كلهم بتحط لهم حتة الخضرة وهم بيعيشوا سنين على كده. الأسعار كلمنا كده عنها. في حاجة ب 350، في ب 450، في ب 700. دي يبقى ليها عناية بيطرية. ده نوع غاباتي. كلمنا كده عن الأنواع ايه؟ ده نوع غاباتي، بيجي من الغابات، ده نوع يوناني، بيجي من الغابات بس. ده نوع صحراوي، بيجي من ليبيا، بيجي من عندنا من بره، من هنا من سيدي براني. النوع اللي هو الأصفر. ايه الفرق فيه؟ ده بيكبر في السنة سنتي، وده بياكل ويكبر. فاهمة؟ بيكبر في السنة سنتي. ده بيكبر في السنة سنتي، النوع اللي هو الصحراوي. اللي هو الصحراوي. الصحراوي. بيكبر سنتي واحد في السنة. سنة سنتي. إنما النوع اللي هو ملون دوت، اللي هو الزراعي دوت، ده بيجي من اليونان. لسه العمر يدينا ويديكي طولة العمر. الكبيرة دي عمرها حاجة و50 سنة. يدينا ويديكي طولة العمر، لسه تعيش. بتعيش. النوع ده بيبقى فيه منه قد العربيات اللي أنت شايفاها دي. بيبقى كبير جدا. النوع ده. النوع ده، النوع ده برضه معمر، بس بيكبر في السنه سنتي. يعني دي كده عمرها قد ايه؟ ديت يعني قولي عندها 16 سنه كده. 16 سنه. والصغيرين دول عمرهم قد ايه؟ دول 12، يعني 10 سنين، من 10 ل 12. طيب حجم يعني المولود بتاعها بيبقى قد ايه؟ بتبقى صغيره خالص. صغيره خالص، هي بتبقى البيضه بتاعتها صغيره. وبعدين هو موسم التزاوج بتاعهم في شهر 6 و7، بيبيضوا في 7. اقول لي كده، موسم التزاوج بتاعهم شهر 6 وبيبيضوا في 7، يعني هما بيتكاثروا في شهر 6، شهر 7 بيبيضوا. في ناس بقى بتشتغل شغل ايه بقى، سلحفاه رجلها مقطوعه، عينيها بايظه. طب نعرف ازاي يعني لو حد بيشتري سلحفاه، يشتري يعرف ازاي ان دي كويسه ما فيهاش اي حاجه؟ يبص عليها، يبص عليها. يعني هي مثلا دلوقتي جوه الصخرة. يعني بص هي جوه، رجليها سليمه تمام، بص صحتها. بتشد معاك. بتشد معاك. انا مش صحه، اللي هو مصلي على النبي، لو مش عايزه تطلع مش هتطلع خالص. انسي اللي اي حد يطلعها. تطلع لما اكون في حته دافيه. طيب في الشتاء والجو البارد بيبقى ليها اعتناء خاص؟ في الشتاء لازم تحطيها جوه في الدفا، لازم تدفيها. هتسيبيها، عايزه بقى انت حاجه عندها قوه تحمل عاليه، النوع الكبير. النوع ده والنوع ده يستحمل. الصغيرين دولت مش هيستحملوا قوي. مع ان الصغيرين دول عمرهم 12 سنه يعني. عايزين دفع. عشان لسه صغيرين. مش هيستحملوا زي الكبير.
يعني الصغير ده لازم يتحط في حته دافئه، ده تسيبيه في اي حته تركيه. طيب انت تنصح الناس تشتري اللي هو البري ولا اللي هو بتاع الغابات؟ الاثنين معمرين، بس ده ليه حاجه وده ليه حاجه. يعني ده بياكل ويكبر، وده بيكبر في السنه سنتي. في زبون يجي يقول لي السلحفه ما كبرتش بقى لها سنتين عندي، لا هي بتكبر في السنه سنتي بس انت مش واخد بالك. فاهمانا يا استاذه؟ اه وخاص بس هو اللي بياكل يعني خاص اي خضار، جرجير، قشر الخيار. مش البذر، القشر بتاع الخيار، عشان البذر يعمل لها سهال، البقدونس يعمل لها سهال. لا هو يا جرجير يا خاص، فاهمه؟ يا اما قشر الخيار، قشر الكوسه كده، حته طماطمايه، لقمه عيش بتاكل. بس الا البقدونس والبذر اللي هو بتاع الخيار يعمل لها سهال. طيب في الصيف بيبقى الوضع مختلف شويه؟ لا في الصيف ما تخافيش عليها خالص، لان هي اصلا بتحب الدنيا تبقى نار. هي عشتها في الصحراء، بتحب الدنيا تبقى على نار. درجه الحراره العاليه. ايوه متعوده على درجه الحراره عاليه. الصيف بالنسبه لها حاجه عاديه يعني. الشمس دول انت لو الشمس دخلت دلوقتي تتفرجي عليهم هتلاقيهم بينطوا من السنين. يعني في مجرد بس ما تيجي عليهم الشمس بيتحركوا. درجه الحراره. وفي الشتاء بيبقوا دايما داخلين جوه القوقعة بتاعتهم. انا بشكركم شكرا جزيلا. يعني احنا موجودين دلوقتي في محطة الرمل في وسط اسكندرية، من الاماكن الشهيرة في اسكندرية. المكان ده مخصوص بيبيعوا فيه السلاحف البرية، وفي ناس كتير بتجيله مخصوص مش بس من اسكندرية، من المحافظات المجاورة، عشان يشتروا مخصوص السلحفة اللي بيحبها العديد من الاطفال. وفي عادات من اهالي اسكندرية زمان ان هي بتمنع الحسد وبتجيب الخير بسبب يعني لفظ الجلالة المكتوب على القشرة الخارجية للسلحفة. انا بشكركم شكرا جزيلا، شكرا جدا. كنت معكم في هذه تغطية اسماء بدري، شكرا لكم.